بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو الإعجاز المعرفي والمعرفة التي نتعلمها من قول الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات الحبك. سطر عظيم. وهذه إخواني إخواتي هي آية رقم 7 من سورة الذاريات، وهي سورة رقم 51 في القرآن الكريم. فإذا تفكرنا في هذه الآية الكريمة، لأن المفتاح لفهم القرآن هو التفكر في آياته وليس فقط عملية القراءة السردية للكتاب. فالله عز وجل يقول هنا: والسماء ذات الحبك. فالله عز وجل يقول بأن السماء، والسماء هي الشيء المحيط بجسم مركزي، مثلا الحجم المحيط بالأرض هو سماء الأرض، الحجم المحيط بنواة الذرة هو سماء الذرة. فالله يقول السماء بشكل عام أي سماء ذات الحبك، يعني تحتوي على الحبك. وكلمة حبك معناها من معانيها هي حبال محبوكة على شكل نسيج، يعني حبال متشابكة على شكل نسيج، من حباكة حبك، من حباكة من معانيها. فإذا يعلمنا المولى عز وجل هنا بأن السماء تحتوي على نسيج. فإذا تفكرنا أكثر وأكثر في قول الله عز وجل هنا بأن السماء تحتوي على نسيج، فالآن السماء تتألف من شيئين رئيسيين: مادة وطاقة. يعني السماء فيها مادة، ذرات الهواء على سبيل المثال، وفيها طاقة، مجرات الطاقة التي في السماء. فبما أن الله يقول والسماء ذات الحبك، يعني المادة والطاقة في السماء يجب أن تتألف من حبك، يعني حبال على شكل نسيج. فإذا الطاقة والمادة في السماء يجب أن تتألف من حبال على شكل نسيج. فإذا بدأنا في الطاقة الآن، فمن قول الله عز وجل هنا نتعلم بأن الطاقة، الوحدة الأساسية للطاقة، يجب أن تكون على شكل حبال على شكل نسيج. هذا استنتاج مباشر من قول الله عز وجل. فنرى بأن الوحدة الأساسية للطاقة كما تم استنتاج من القرآن الكريم هي عبارة عن ثلاث حبال محبوكة مع بعضها البعض. وهذه الحبال ايضا نستطيع التعلم من القرآن الكريم بانها في حالة اهتزازية. لهذا استنتاج من قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فاذا سنت الله عز وجل في الامور الاهتزاز، اهتزت وربت، يعني اهتزاز اساس الحياة. يجب يكون اهتزاز لتكون هناك حياة. فاذا هذه الحبال هي الوحدة الأساسية للطاقة باستنتاج القرآن الكريم، عبارة عن ثلاث حبال مجدولة مع بعضها البعض، وهذه الحبال تهتز. اهتزاز هذه الحبال يولد مجال كهرومغناطيسي، يعني كل وحدة أساسية للطاقة تصبح مثل مغناطيس له قطب شمال وجنوب. فإذا الطاقة تألف من العديد من الوحدات، عديد من الحبك. وبالتالي إذا فكرنا في كيفية ترتيب الله عز وجل لهذه الحبك، نجد بأن إذا حضرنا مغناطيس على الثلاثة وحاولنا أن نضعهم في أفضل ترتيب لهم، فسيترتبوا على شكل مثلثات مساوية الأضلاع. يعني إذا كان عندنا مغناطيس على الثلاثة وحاولنا ترتيبهم بطريقة يكون فيها أفضل وضع متزن متجانس، يكون على شكل مثلث متساوي الأضلاع. وإذا طبقنا هذا الأمر على أكثر من ثلاث حبك ينتج لدينا شكل سداسي. فإذا نتعلم بأن الوحدة الأساسية للطاقة عبارة عن حبال على شكل نسيج، وترتب الله رتبها على شكل سداسي، على شكل خلايا سداسية. فإذا مجال الطاقة في السماء له هذا الشكل، وهذا الترتيب السداسي أفقيا وطوليا، يعني حبك الطاقة تترتب افقيا وطوليا على شكل خلايا سداسية، وترتبط مع بعضها البعض هذه الحبك، هو هذه الحبال،
وبالتالي سبحان الله العظيم نلاحظ تصديق لقول الله عز وجل والسماء ذات الحبك، يعني الطاقة في السماء تكون على شكل نسيج من هذه الحبال، نسيج مترابط من هذه الحبال. سبحان الله العظيم، لاحظ اخواني واخواتي كيف ان الطاقة عبارة عن نسيج، كما قال الله عز وجل والسماء ذات الحبك، اي النسيج المحبوك. طبعا هذا استنتاج من القرآن الكريم. الان اذا قارناه بالتجربة العملية، نلاحظ في مثال الفوتونات الضوئية، الفوتونات الضوئية الوحدات الأساسية للطاقة الضوئية، عند القيام بتجربة لمعرفة توزيعها نجدها تترتب على شكل خلايا سداسية، ترتيب سداسي مثل استنتاج من القرآن الكريم بالضبط. وأيضا نستطيع تعلم شيء آخر من قول الله عز وجل، بما أنها قال بأنها حبك يعني حبال على شكل نسيج، إذا وظيفة الحبال هي الشد، وظيفة الحبال هي الشد، توليد قوة شد على طرفيها. وبالتالي نتعلم بأن الطاقة من خصائصها هي توليد قوة شد على طرفيها. نلاحظ إخواني إخواتي كمية المعرفة ومقدار العلم في كل كلمة في كتاب الله عز وجل. لاحظ هذا فيه أيضا فيه إعجاز للقرآن الكريم بأنه كل كلمة فيها هذا الكم من المعرفة. فيجب على الإنسان المؤمن أن يتعلم هذه الأمور ويعلمها للناس ليسعى لإعلاء كلمة المولى عز وجل، ولا يبقى متلقي دليل الآخرين. فإذا وظيفة الحبال هي الشد، وبالتالي نتعلم من قول الله عز وجل بأن كل مجالات الطاقة يجب أن تكون لها خاصية الشد. يعني مثلا مجال الجاذبية بهذا القرآن نتعلم بأنه يتألف من حبال على شكل نسيج، فيجب أن تكون لها خاصية الشد على أجسام على طرفيها. وهذا ما نجده بالتجربة العملية، بأن الإنسان يشعر وكأنه شيء يشد إلى الأرض، وهذا أفضل تفسير له بأنه هناك حبال طاقة تجذبك إلى الأرض. سبحان الله العظيم. فهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذه الحبك عندما تصدر من مصدر معين، مثل من مصدر جاذبية مثل الأرض، في الأرض، فالأرض بدورانها تصدر حبك جاذبية، وهذه الحبك تكون في سماء الأرض. الآن إذا تفكرنا، طبعا توزيع هذه الحبك عبارة عن أشكال سداسية طوليا وعرضيا، وإذا أيضا تفكرنا في قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، نستنتج معنى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الله عز وجل خلق كل خلقه بذات تصميم وظيفة الماء. يعني كان ماء وأصبح بشر، كان ماء وأصبح حجر. فإذا انتقال الطاقة من مصدرها يجب أن يكون مطابق لانتقال الطاقة في الماء. فنجد مثلا بأن انتقال الطاقة في الماء، إذا رميت حجر في بركة ماء تنتشر الطاقة من مصدرها على شكل دوائر متحدة المركز، وفي فضاء ثلاث الأبعاد يكون على شكل دوائر متحدة المركز. وبالتالي يجب أن تنتقل الحبك من مصدرها على نفس التوزيع. فإذا احتاج القرآن الكريم بأن توزيع الحبك، هذه الوحدات الأساسية للطاقة من مصدرها، يكون على شكل دوائر متحدة المركز، وتكون مؤلفة نسيج سداسي طوليا وعرضيا. وإذا قارنا هذا الاستنتاج من القرآن الكريم بالتجربة العملية، نجد تطابق 100% بين انتقال مثلا الطاقة من مصدر ضوئي وبين الاستنتاج من القرآن الكريم على كيفية أو نمط انتقال هذه الطاقة. سبحان الله العظيم. الآن نأتي إلى الشق الثاني من تركيب السماء. فرأينا الشق الأول الطاقة، كيف أن السماء تألف من وحدات حبك وتكون على شكل نسيج مثل وصف الله عز وجل بالضبط. فإذا الطاقة عبارة عن حبال على شكل نسيج في السماء. الآن نأتي إلى المكون الثاني للسماء، وهو المادة. المكون الثاني للسماء هو المادة. فمثلا ترتيب الذرات في السماء، طبعا المادة في السماء هي الذرات، ذرات الهواء، ذرات بخار الماء. فكيف نفهم هذا الأمر أكثر وأكثر؟ الذرة تتألف من نواة وتحيط بها سماوات،
وبما أن الله عز وجل يقول والسماء ذات الحبك، إذن أي سماء تحتوي على هذه حبال الجاذبية الحبك التي تجذب؟ فإذا الذرة لها نواة وفي سمائها حبك، حبال على شكل نسيج، لها خاصية الجذب. يعني إذا قربنا ذرتين لبعضهم البعض فإن حبك الذرة الأولى ترتبط بالثانية ويصبح هناك اتصال بينهما ويصبح هناك شد بين الذرتين. يعني مثل ما أرض كوكب يقترب إلى كوكب آخر، مجال جاذبية الكوكب الأول يأثر على الثاني ويصبح هناك رابطة بينهما. فهذه الرابطة هي نلاحظ بأن شكلها على شكل حبال على شكل نسيج. فإن الروابط الذرية بما أنها تألف وتتكون بهدي القرآن عن طريق هذه الحبال عندما ترتبط مع بعضها البعض، وبالتالي يصبح هناك نسيج من الطاقة بين الذرتين. يعني مجال الجاذبية الأولى يرتبط بالثانية، وبالتالي يصبح هناك نسيج للطاقة، ارتباط الذرة الأولى بالثانية. فإذا يعلمنا المولى عز وجل بأن الروابط الذرية تتألف من أن مجال جذب الذرة الأولى يمسك ويجذب الذرة الثانية، وبالتالي هناك رابطة. وتصديقا لهذا الكلام قول الله في القرآن الكريم سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني الله يقول بأن الرابطة سواء كانت رابطة روحانية أو رابطة مادية، الله شبهها بالعروة الوثقى. والعروة هي الرابطة التي تنشأ بين حبل والآخر. بالتالي هنا عند حبال ذرة ترتبط مع ذرة ثانية يصبح هناك رابط بينهما، ويصبح هناك نسيج من هذا من هذه الحبك. فإذا هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نواة الذرة عندما تدور تولد مجال كهرومغناطيسي له قطب شمال وجنوب، وبالتالي كل ثلاث ذرات مع بعضها البعض ترتب على شكل مثلث متساوي الأضلاع، مثل المغناطيس، مثال المغناطيس اللي قلته قبل قليل، بأن كل نواة ذرة عبارة عن مغناطيس صغير له شمال وجنوب، وبالتالي أفضل توزيع لثلاث ذرات شكل مثلثات، ومثلثات مع مثلثات يصبح شكل سداسي. فإذا الذرات تترتب أفقيا وطوليا على شكل خلايا سداسية، ترتيب سداسي. وبين هذه الذرات هناك حبك وروابط تكون على شكل نسيج من الطاقة. فنلاحظ سبحان الله العظيم بأن توزيع الطاقة، توزيع المادة على شكل نسيج، مثل قول الله عز وجل والسماء ذات الحبك، ينطبق على كل شيء. الآن بناء على هذا الفهم نستطيع أيضا فهم ظاهرة تكوين الغمام على سبيل المثال. يعني بناء على هذا الفهم نستطيع فهم ظاهرة تكوين الغمام. فمثلا الماء عندما يكون في الحالة السائلة، الماء فيكون هناك توزيع سداسي للذرات. فإذا أخذنا مثلا ذرة في وسطها التوزيع السداسي، فتكون ذرة تحيط بها ست ذرات. يعني تكون ذرة في الوسط وتحيط بها ست ذرات. فطبعا إذا أتينا إلى وزن الذرة في الوسط، هناك وزنها طبعا الأرض تجذب هذه الذرة لها. فمثلا على سبيل المثال هناك هذه ذرة الماء في سماء الأرض، فإذا هناك وزن هذه الذرة المركزية تجذبها الأرض للأسفل. وأيضا نتيجة ارتباط هذه الذرة المركزية بالذرات المجاورة لها، هناك ذرات مجاورة لها الذرة المركزية، فارتباط الذرة المركزية بالذرات المجاورة لها يولد مثل وزن إضافي على الذرة المركزية. يعني شيء متعلق في الذرة المركزية هناك وزن إضافي لأسفل. فعلى سبيل المثال افرض بأن الذرة المركزية ترى سدس الحبك من كل ذرة مجاورة لها، يعني ترى جزء من دائرة سدس. فإذا سيكون وزنها الفعلي التي تشعر به هذه الذرة مع الأرض هي وزنها نفسه زائد سدس مضروب في ست ذرات، وبالتالي يصبح وزن
ذرة ثانية، يعني سدس في ستة يصبح وزن ذرة أخرى، وبالتالي الوزن الفعلي للذرة المركزية هو عبارة عن ضعفي وزنها، وبالتالي نجد الماء السائل قريب ويكون على سطح الأرض، لأن وزن كل ذرة فيه عشان يتقال ضعفي، كل ذرة ترى ضعفي وزنها. الآن ماذا يحدث عندما تسقط أشعة الشمس على البحار والمحيطات؟ يحدث هناك إعطاء طاقة لهذه الحبك، يعني وإعطاء طاقة لإلكترونات في الذرة. فعندما تسقط أشعة الشمس على الماء السائل، الإلكترونات تهتز أكثر وتنتج مجال مغناطيسي أكثر، وبالتالي يزيد المجال المغناطيسي للنواة الذرة، ويصبح هناك تنافر أكبر بين الأنوية، وهذا التنافر يؤدي إلى ابتعاد الذرات عن بعضها البعض. لا زالوا في ترتيب سداسي طوليا وعرضيا، ولكن يبتعدوا عن بعضهم البعض الذرات. عندما يبتعد عن بعضهم البعض، تصبح الذرة المركزية ترى من وزن الذرات المجاورة أقل من الحالة السائلة، الحالة لما كانت أقرب الذرات. فمثلا تصبح الذرة المركزية ترى ثمن الذرات المجاورة، فتصبح وزنها زائد 6/8 وزنها، فتصبح ذرة أخف، يعني مقدار جذب الأرض لهذه الذرة يصبح أقل. وبالتالي بما أن الأرض تدور، وبما أن هناك حبال تربط هذه الذرة المركزية بالأرض، فمثل ما المثال هنا مثل حجر مربوط في حبل على شيء مركزي، فعندما يقل الشد في الحبل فيبتعد الحجر أكثر عن الشيء المركزي. هنا الذرة أصبحت أخف، وما أنها تدور تصبح هناك قوة طاردة مركزية أكبر، أو تصبح هناك قوة طاردة، يعني هو القوة الطاردة موجودة دائما على الذرة المركزية، ولكن نظرا لأنه قل وزنها ترتفع للأعلى، الذرة ترتفع للأعلى. يعني هنا كالذي كان يعني يجعل الماء السائل على سطح الأرض هو وزن الذرة ضعفيها، فكان الماء سائل الأرض، الآن عندما خف وزن الذرات فترتفع الأعلى، لأن الأرض تدور فأصبح قوة طاردة مركزية على الذرات فترتفع الأعلى الذرات. وهذا ما نجده بأن الهواء الساخن أو الماء بخار الماء يرتفع الأعلى. لماذا يرتفع الأعلى بخار الماء؟ نستطيع فهمه بهذا القرآن، بأنه عند إعطاء حرارة يزيد التنافر بين الذرات، تتمزق هذه الحبك، جزء من هذه الحبك بين الذرات، يقل وزن كل ذرة، وبالتالي ترتفع الأعلى لأن الأرض تدور، فالقوة الطاردة المركزية عليها ترفعها للأعلى، ويرتفع الهواء الساخن وبخار الماء إلى الأعلى. لأن عندما يرتفع الأعلى، بما أن درجة حرارة درجة الحرارة في السماء تقل كل بالارتفاع، كل ما الإنسان ارتفع الأعلى كل ما درجة حرارة السماء تقل، وبالتالي عند ارتفاع عندما يرتفع بخار الماء يصبح يبرد، وعندما يبرد فما الذي يحدث؟ يحدث هناك سحب للحبك من الإلكترونات، يعني قلة في اهتزاز الإلكترونات، وبالتالي قلة في المجال المغناطيسي المتولد منها، وبالتالي تقارب الذرات إلى بعضها البعض، تقارب الذرات إلى بعضها البعض. الآن عندما تتقارب الذرات إلى بعضها البعض يصبح هناك بأنه وزن الذرات يزيد، لأنه عندما تقاربت أصبحت الذرة المركزية عشان ترى أكثر من وزن الذرات المجاورة، وبالتالي يصبح هناك تكثف لبخار الماء على الارتفاعات في السماء. وهذا يفسر سبحان الله العظيم ظاهر التكثف، بأنه عند انخفاض حرارة بخارة الماء تتقارب الذرات مع بعضها البعض، وبالتالي يرى الغمام. والسبب بأن الغمام يرى وقبلها كان لا يرى، لأنه عندما كان ذرات الماء متباعدة مع بعضها البعض، عندما كان درجة الحرارة مرتفعة، كان الضوء يستطيع أن ينفذ من خلالها بشكل كبير، وبالتالي لا يرى بخار الماء بشكل واضح عندما يكون قريب على سطح الأرض.
لكن عندما تقترب الذرات مع بعضها البعض، كمية الضوء النافذ من خلالها يقل، وبالتالي يرى الغمام ويصبح يصير يحجب من أشعة الشمس، يعني يمتصها ويعكس منها. بالتالي نلاحظ إخواني إخواتي جمال فهم القرآن والمعرفة المحتوى في كل كلمة في كتاب الله عز وجل. فإذا نلاحظ كيف أن السماء بما تحتوي من مادة وطاقة على شكل حبال، على شكل نسيج، حبك، حبال محبوكة، وهذا يفسر ظواهر كثيرة ويفسر خلق الله عز وجل منظور علمي أفضل من أي كتاب علمي موجود على الأرض. يعني القرآن الكريم يفسر الأمور أفضل من أي كتاب من اجتهاد البشر، سبحان الله العظيم. فأخواني أخواتي، ما أجمل أن يتعلم الإنسان هذه الأمور ويسعى لإعلاء كلمة الله عز وجل وبيان تفوق القرآن للناس لهداية الناس، وجعل هذا سبب لهداية الناس إلى صراط الله المستقيم. لمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-america.com، الموقع مرة أخرى www.quran-mirce.com. يمكن التواصل معي عن طريق بريد الإلكتروني زيد قرآن@yahoo.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.